Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, on va présenter la révision du mois d'avril, Muraga'at Shahr Ibril, pour les élèves qui enseignent le français comme deuxième langue étrangère dans toute l'Égypte. Première année. الصف الأول الثانوي أحبائي طبعا أنتوا في خلال كذا يوم إن شاء الله هتبتدوا تراجعوا مادة اللغة الفرنسية من خلال الامتحان اللي هيجرى على مستوى الجمهورية إن شاء الله. طبعا هتكلم بالنسبة لكل طلابي وكل تلاميذي اللي بيدرسوا الفرنساوي كلغة تانية. النهاردة يا أولاد بنعمل بيت ريفيزيون، مراجعة صغيرة بس ليه يا رجاء. الطلبة هتخش على صفحة عندي إن شاء الله هتلاقي كل الصفحات، يعني بصوا كده معايا في الورقة زي كده أهو، أنا بقدم لك الكلام ده اللي أنا طابعها، لكن سيادتك إن شاء الله هتراجع المادة. نتكلم مرة تانية بهدوء، هنتكلم بهدوء. طب أنا لما أجي أراجع المادة، معروف يا ولاد إحنا الوحدة التالتة كلها كانت بتتكلم على إيه؟ على حاجتين، لوليسي المدرسة ولا كلاس الفصل، صح؟ وخدنا شوية عن البيبيوتيك المكتبة، رجاء خاص الحاجات اللي بنقولها يا جماعة تتذاكر جيدا. طبعا النهاردة أنا هدي رزيوم ملخص، مش هدي كتير طبعا، احنا مش شرح كامل، لكن خلي بالكم أنا ما سبتش حرف في الوحدة التالتة إلا ما جبتها لك. رجاء خاص نذاكر كويس اللي أنا هقوله مع بعض. طيب امتحان اللغة الفرنسية بينقسم لإيه؟ ليكزامان دو فرونسي سي ديفيز أون كاتر بارتي، بينقسم لأربع أجزاء. لو دوكومون الوثيقة، تاني جزء سيتياسيون اون فرونسي مواقف بالفرنسية، تالت جزء لا جرامير القواعد، واخر جزئين يا جماعة اللي احنا بنكتب فيهم اللي هو الايه؟ المال وايه كمان ها؟ والسوجي، صح؟ يبقى كده كان جزء كاتر بارتي اربع اجزاء. حضراتكم النهاردة بناخد اكزامبل، عاوزين نشوف للطلبة هتعمل ايه مع مسيو عمر وفي اللي احنا هنقوله النهاردة. نبدأ بأول وثيقة، هنبدأ بالوثيقة الأولى وتركز معايا. بيقول جان وبيير تويا دي سير، أنت عندك إخوات؟ بيير قال وي جي إن سير، أنا عندي أخت. جان قال له كومو أل سابيل، ما اسمها؟ رد عليه بيير قال له أل سابيل زوي، هي اسمها زوي. ألا كانزون، عندها 15 سنة. جان قال له كومون الي، كيف يكون شكلها؟ بيير قال له أليمانس، أليمانس إنها نحيفة. ألا ليزيو بلو، عندها عيون زرقاء. جان قال له أو تو فا لو ويك إند، أين تذهب يوم العطلة؟ بيير قال له زوي إموا، أنا وزوي أون فا أو كلوب، بنذهب للنادي بور جوي أو باسكت، لكي نلعب كرة السلة. طبعا انا مجاوب يا ولاد بس عشان ننجز. زوي عندها اون سنوات 14 15 16 13، هناخد مين ها؟ 15 15 دي 14 14 دي 16 16 دي 13 13. تاني جمله ا لي زيو بلو، عندها عيون زرقاء، دي مين دي؟ زوي، له جان ولا بيير وكده، صح؟ طب تالت جمله جان اي نقط دو بيير، جان بيكون نقط بيير. لو كوبان لو فرير لو بير لونكل، اني واحده؟ لو كوبان الصديق، يبقى جان بيكون صديق بيير. رقم أربعة بيير فا او كلوب افيك، بيير بيذهب الى النادي افيك، مع مينها؟ مع جوليا، مينها؟ ساسير، مع اخته. دي القطعه الاولى يا ولاد. يبقى انت عندك وثيقتين، عباره عن وثيقتين شوازي اختيارات. نشوف القطعه الثانيه، جو مابيل لوك، انا اسمي لوك. جي 15 عندي 15 سنه. Je suis un très bon élève. انا بكون تلميذ مجتهد. J'adore mon lycée. انا بعشق مدرستي. J'aime les copains de classe. انا احب اصدقائي في الفصل. Et aussi mes professeurs. وايضا مدرسيني. J'ai de bonnes notes. انا عندي درجات كويسه، او انا حصلت على درجات جيده. J'adore toutes les matières. انا بعشق كل المواد. Je suis le premier de la classe. انا بكون الاول في الفصل. J'aime le professeur de français. انا احب مدرس الفرنسية. Il est très sympa.
هو لطيف جدا. لوك فا، الواد لوك بيذهب او ليسي او كوليج على ليكول بريمير على لونيفرسيتي. بيروح فين؟ ها او ليسي، مدرسه ثانويه. لوك ا، الواد لوك عنده ها كم سنه؟ 15 15 سنه. لو بروفيسور دو فرونسي، مدرس الفرنساوي دو لوك، اي سيمبا لطيف، سيمبا لطيف. طعن ميل سيء، بافار رغيين تيميت خ... لا. لوك ام، الواد لوك بيحب ها توت لي ماتيير، كل المواد. ده يا اولاد بالنسبه لي اللي هو الوثيقتين. ننتقل حضراتكم لي السيتياسيون، المواقف. احنا عندنا بيجي لنا يا جماعه مجموعه مواقف كلها شوازي اختيارات. احنا قلنا بقى كله بقى خلاص بقى عباره عن كتر شوا اربع اختيارات. بعد اذنك، في مشكله بتقابل طالب فرنساوي لما اجي اقول لك تو دي انت بتقول، او تو دي موند انت بتسال، تو دي هتقول يبقى هتسال. لكن لو قلت لك تو دي موند او فو دي موندي حضرتك بتسال، ال دي هو هيقول تبقى اجابه. واتفقنا الوحده كلها بتتكلم عن اما المدرسه يا اما الايه الفصل او كلام من ده، صح؟ نبدا حضراتكم في عرض المواقف اللي عندنا. ركز معايا في المواقف، انا واخد اكزامبل. فوتر امي فو ديموند، صاحبك بيسالك ا كيلور فوز اريفي او ليسي، في اي ساعه هتوصل المدرسه؟ هتقول يعني هترد جاريف اويتور، انا هوصل الساعه 8. لكن لو كنت قلت يا اولاد، بص بقى، لو كنت شلت فوديت قلت كده ال دي هو هيقول، كنت خدت الاولى، صح؟ يبقى اما اقول لك اسال صاحبك بيسالك في اي ساعه توصل المدرسه هتقول، يبقى دي اجابه. لكن لو كنت قلت لك هو هيقول كنا خدنا ايه السؤال. اوكي، تاني جمله. فوتر امي فو ديموند، صاحبك بيسالك لا دات عن التاريخ، اهو هو هيقول، يبقى كده سؤال، صح؟ كالي لا دات اوجوردي، ما هو تاريخ اليوم؟ نيميرو 3. ان كوبا فو ديموند، صاحبك بيسالك دو ديكرير فوتر ليسي، بان تصف مدرستك، هو هيقول ها كومون اي تون ليسي، تمام كده؟ بيسالك عن ان تصف مدرستك، هيقول كومون اي تون ليسي، مدرستك شكلها ايه؟ الجمله 4. ان كوبان فو ديموند، صاحبك بيطلب منك، هنا بقى يا اما يطلب يا اما يسال، دو ديكرير فوتر ليسي، توصف تصف مدرستك، هتقول هي ولد. رقم سي، مون ليسي ا ان سي دي اي، مدرستي فيها مكتبه كبيره اي ان جيمناز، وصاله العاب. 5. فوتر امي فو ديموند، صاحبك بيسالك سي كوا لو سيلف سيرفيس، ما هو المطعم؟ احنا سيرفيس معناه مطعم المدرسه، هتقول c'est un restaurant، ده مطعم. الاوانيه بيبيتك، مكتبه، سي دي اي مكتبه رقميه، الاخيره كلوب. نيميرو 6. فوتر امي فو ديموند، صاحبك بيسالك لو نومبر دي ليفون كلاس، عن عدد التلاميذ في الفصل، هتقول يعني تجاوب اليا 50 ليفون كلاس، يوجد 50 تلميذ فصل. لكن لو كنت قلت كده يا جماعه، شلت فويت وقلت ال دي هو هيقول، كنا خدنا انا واحده، كنا خدنا كومبيان دي ليف، كم من تلميذ الفصل بتاعك. رقم 7. كون فوز ادوري بوكو فوتر ليسي، عندما تعشق كثيرا مدرستك، هتقول ها جادور مون ليسي، انا بعشق مدرستي. لكن اللي تحتها مون ليسي انيل، مدرسه سيئه، لا هي رقم سي. رقم 8. فو ديموندي ان كاماراد، اسال صاحبك عن سا ماتير بريفيري، مادته المفضله، هتقول ها tu aimes quelle matière، بتحب اي ماده. 9. فوتر امي فو ديموند، صاحبك بيسالك عن فوتر ماتير بريفيري، مادتك المفضله، هتقولي هتجاوب اهو je préfère l'anglais، انا افضل الانجليزي. رقم 10. فوتر كوبان فو ديموند، صاحبك بيسالك بوركوا فو نيمي با لي مات، لماذا لا تحب الرياضيات؟ هتقول سينيل، انها ماده سيئه، سينيل سيء. طبعا فصيل سهل، سوبر رائع، بحب الرياضيات. ده يا اولاد امثله من الجزء ده. ناتي للجرامان، القواعد. حبايبي القواعد يا اولاد، بص كده، بدءا من الماسكولا للفيمينا، اهو تانيث صفه، ازاي احول ماسكولا للفيمينا؟ يعني زي مثلا كلمه جران جروند، فاسيل فاسيل، فيرمي فيرمي، اهو كل حاجه انا شارحها بالترتيب وموجوده بالاكزامبل. معروف النفي يا جماعه في الفرنساوي بحط الفعل بين ايه؟ بالنيو با. امثله
Tu es français? أنت بتكون فرنساوي يا مسيو؟ نو جو نو سوي با فرونسي. لا يا مسيو عمر أنا لا أكون فرنسي. Tu vis en Italie? أنت عايش في إيطاليا؟ نو جو نو في با أون إيطالي. لا ما بعيش في إيطاليا. نخش في الجد بقى. Tu as une voiture? أنت عندك سيارة؟ نو جو تو حولتها لجو جو ني با دو فواتور. لا ما عنديش عربية. أنا حولت الأون إلى دو في النفي. ما عدا tu es un professeur, أنت بتكون مدرس؟ Non, je ne suis pas un professeur. لا أنا لا أكون مدرس. الآن لم تتغير طالما موجود في الجملة فيرب إيها أتر. أو لو عندك كمان كلمة دي تو على الإطلاق. دي تو على الإطلاق. أحبائي الجرامر اللي عندنا يا أولاد زي الأجيكتيف وصفات صفات الملكية. صفات الملكية زي مون مامي تون تاتي سونس حسب الضمير. طب بص كده معايا بص معايا كويس. كومو فاتو كيف تذهب؟ ها تو لو انا عملت كده تو هنا فوق بتاخد حاجه من دول صح؟ طب الايكول مؤنث لكنها بقى بحرف فويل اخد لها مين؟ اخد لها تون. طيب اللي بعدها جو اهو جو فوق. جو في فواياجي انا سوف اسافر افيك مع بارون والدي. اطلع فوق كده مون ما مي والدي اخد لها مين؟ مي. علي اي موا انا وعلي يبقى ايه؟ يبقى نحن نو يبقى nous allons à école. اجي هنا عندي نو بتاخد notre notre نو. طب هي مدرسه واحده اخد لها ها notre. طب اللي بعدها سامي اتوا انت وسامي يبقى مين؟ يبقى vous. écrivez nos devoirs اخد لها اهو اجي عندي vous تاخد votre votre ها vous واجباتكم اخد لها الواجبات جمع اخد لها vous. اوكي عندنا اكزامبل عند صفات الاشاره لي زاجيكتيف ديمونستراتيف اللي هي يا جماعه اللي هي سو وست وست وسي. معروف ان سو بتيجي للماسكولان مفرد مذكر بقى بحرف كونسون ساكن ست ماسكولان بس حرف فويال ست دي فيمينا مؤنثه سي للجمع. بص كده الطالب ممكن يغلط بص معايا كويس. إليف سابيل هاني هاني ده ولد صح؟ اخد لها مين؟ ست ست إليف اهو بتاعت المذكر بدون حرف متحرك. طب إلاف طب ما دي زي دي لا فورت قوية قوية في العربي أخد لها منها ست. تالت جملة أنفون كلمة أنفون تنفع طفل وطفلة. أنفون إبل جميلة جميلة أخد لها منها ست أنفون. اللي بعدها جي ني كومبرون با أنا لا أفهم كيستيون السؤال أخد لها ست. مش السؤال السؤال مؤنث في مينا. رابع جملة سون دي كيستيون ديفيسيل. نقف بقى عند رقم خمسة. عندك مصطلحين كلمة سي هذا يكون أو هذه تكون. كلمة سوسون هؤلاء يكونوا. تاني كلمة سي هذا يكون أو هذه تكون كلمة سون. طب هنا يا جماعة سون دي كيستيون ديفيسيل بتكون أسئلة صعبة أخد لها مين؟ سو. أوعى تاخد سي لا أخد لها مين؟ سو دي إكسبريسيون. كيستيون الأسئلة سون ديفيسيل صعبة أخد لها سي. خلي بالك شوف فرق بين دي واللي فوق. يبقى الأول هنا قلنا سو سوسون والتانية سي. ده يا ولاد ادوات الاستفهام لازم تحفظ جيدا. حلو قوي. ناتي للجزء اللي بعده. لونج اللغات اون بار بنتكلمها اللغات جمع مؤنث اخد لها مين؟ كال. كال لونج اي اللغات بتتكلمها يا مسيو. ماتيير ماده خام بتفضلها. كال ماتيير تو بريفير اي ماده بتفضلها. سبور تو ام رياضه بتحبها يبقى مين؟ كيل سبور رياضه مذكر. جور الايام يا فرنسي عندك ايام في الفرنساوي قلت كال عشان ده جمع مذكر. حضراتكم كل الامثله انا حللها لك نماذج لقواعد مجاب عليها كل الامثله بتاعت الوحده الثالثه كلها مجاوبها لك تراجعها كويس بعد اذنك. وناتي للجزء الاخير. ايه بقى الطالب هيحفظ ايه؟ رجاء رقم واحد اتنين وكله طبعا مهم ده بتاع الترم ده خلي بالكم لكن بعد اذنك هنركز في ده. مثلا يقول لك ديكري تون ليسي اوصف مدرستك. دون مون ليسي il n'y a pas de gymnase il y a un cours de récré كل حاجه مترجمه. il y a 35 salles de classe il y a deux terrains de sport il y a un grand CDI au lycée il y a un self-service. ده وصف المدرسه. طب يا جماعه الكلاس الفصل. voici ma salle de classe il y a 40 élèves dans la classe. Il y a des chaises et des tables. كل حاجة مترجمة. Il y a un bureau pour le professeur.
il y a la carte d'Égypte et le globe terrestre. Il y a un tableau et un tignier. كل ده كل ده مهم يا ولاد، لكن نخش في الموضوع الأخير بتاع البيبي تك، مكتبة المدرسة. Dans mon lycée, il y a un CDI. Il est grand. Dans le CDI, il y a des livres, des magazines et des romans. Il y a aussi des CD et des DVD. Il y a Internet et des ordinateurs. كل حاجة مترجمة. نأتي لآخر حاجة. المال، الإيميل. عمرو باعت لأحمد بيقول له لسي المدرسة. سالي مرحبا. أرجو من الطلبة سواء المال أو الموضوع نذاكر كويس ونحفظ كويس. Comment est ton nouveau lycée? كيف تكون شكل مدرستك الجديدة؟ Et qu'est-ce qu'il y a dans ta classe? ماذا يوجد فصل بتاعك؟ طبعا الإجابة يا ولاد، الإجابة دي عليها 3 درجات. سالي مرحبا. Mon nouveau lycée est grand. مدرستي الجديدة بتكون كبيرة. Il y a des chaises, يوجد كراسي، des tables, مقاعد، et un tableau, وسبورة. A plus, ودعا. آخر حاجة وشكرا. عمرو باعت لأحمد بيقول له سالو، tu vas à l'école demain، أنت هتروح المدرسة بكرة. Quel cours tu as en classe؟ أي المحاضرات أو الحصة عندك؟ مكتوب الكلام ده عندك. Oui, je vais à l'école demain. نعم أنا رايح المدرسة بكرة. J'ai du cours de SVT. أنا عندي حصتين SVT، حصتين جيولوجيا، دو كور دو مات، حصتين رياضيات، إي أن كور دو فرونسي وحصة فرنساوي. أ بلس ودعا. وده جواب بتاع سي دي إي المكتبة، وده إيميل تاني. كده بنيجي يا ولاد لكل الطلبة حبايبي، بقول لكم يا ولاد أدا مراجعة بسيطة سهلة ما هيش كبيرة. رجاء بقى نعمل إيه يا ولاد؟ نحفظ الكلام ده كويس، صدقوني الموضوع سهل، وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله و خالص تمنياتي لكم بالتوفيق. Merci beaucoup votre attention. Je vous remercie beaucoup de mon cœur et je vous souhaite une belle vie pleine de bonheur et pleine de succès. Monsieur Amr Hariz. بالتوفيق.